السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن راح ندير امتحان تجريبي في مادة اللغة العربية لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. إذا نبدأ نقرأ النص. يا لها من امرأة قوية بكل الصفات، تحتمل ما لا يحتمل، كالزيتونة صابرة مثمرة، للريح تتصدى وتثمر رغم الجفاف، منغرسة في الجبل، غارقة في التأمل، امرأة لا تعرف الكلل أو الملل. هي الأم الفلسطينية، مطلوب منها أن تدمع بابتسامة، وأن تشقى من المهد إلى اللحد، وأن تنوب عن الأب والأخ في غيابهما، وأن تقدم الفداء تلو الفداء دون توقف. هي مصنع الرجال يوم أن عز الرجال. هي زيتونة فلسطين التي تضيء زيتها، التي يضيء زيتها ولو لم تمسسه نار. من المعاناة شربت، ومضت تتكيف مع الزمن الصعب، وتتابع الفداء وهي على بوابة سجن أو على باب محكمة قساة ترفع شعار الحرية. هي تدرأ هموم الجرحى، هي تشعل نور الكتب، هي محور الأسرة. تعلمت من أمنا الكبرى فلسطين كيف تكون الأمومة. إذن الأسئلة كانت كالتالي: هات عنوانا مناسبا للنص. بما شبه الكاتب الأمة الفلسطينية؟ استخرج من السند ضد كل كلمة من الكلمتين التاليتين: تجهل، الصغرى. اشرح كلمة تشقى ثم وظفها في جملة من إنشائك. إذا نبدأ نجاوب على الأسئلة هذه الأولى. إذا العنوان هو الأم الفلسطينية. الإجابة على السؤال الثاني: شبه الكاتب الأمة الفلسطينية بالزيتونة الصابرة. ضد كلمة تجهل: تدرأ. الصغرى ضدها: الكبرى. تشقى معناها مرادفها: تتعب. تشقى الأم في تربية الأبناء. نروح للمجموعة الثانية من الأسئلة. أعرب ما تحته خط في النص. استخرج من السند ما يلي: اسم موصول، جمع تكسير، اسم ممدود، واسم مقصور. السؤال الثالث: حول العبارة الواردة بين قوسين في السند إلى المثنى المذكر والجمع المذكر. إذن نروح للمجموعة الثانية من الإعراب لنبدأها. المجموعة الثانية من الأسئلة عفوا، لأن راح نبدأها بالإعراب. الفلسطينية صفة مرفوعة بالضمة الظاهرة على آخره. تدمع فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عز فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. الحرية مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. إذا نستخرج من النص اسم موصول التي، جمع تكسير الكتب، اسم ممدود الفداء، اسم مقصور الكبرى الجرحى. الاسم المقصور هو الاسم الذي ينتهي بألف لينة، تكون يا إما ممدودة أو مقصورة كما راهي موجودة على هذا الشكل. طلبوا منكم أنكم تحولوا الجملة اللي راهي بين قوسين، تحولوها إلى المثنى المذكر والجمع المذكر كما قلت لكم المرة اللي فاتت. كي طلبوا منكم التحويل، أول حاجة تديروها هو أنكم تشوفوا الجملة راهي مسندة إلى أي ضمير. هنا ومضت تتكيف مع الزمن الصعب. إذا هنا هذه الجملة راهي مسندة إلى الضمير هي، ضمير المؤنث المفرد الغائب. هنا طلبوا منا المذكر المثنى. إذا المثنى المذكر هو هما، ومضيا يتكيفان مع الزمن الصعب. الجمع المذكر مع الضمائر الغائبة دائما هم، ومضوا يتكيفون مع الزمن الصعب. نروح للوضعية الإدماجية. طلبوا منكم في الوضعية الإدماجية: للأم دور كبير في حياتنا، اكتب في أسطر لا تتعدى العشرة أسطر دورك أنت نحو أمك، موظفا جملة تعجبية وجملة منسوخة.
إذن فيما يخص الوضعية الإدماجية، راني رايحة نعطيكم رابط خاص بالوضعيات الإدماجية، ومن بين هذه الوضعيات الإدماجية كاين وضعية خاصة بالأم. وشكرا.